مشاهدينا أهلا بكم. تداول المستخدمون خبر نجاح فريق طبي كويتي بإجراء أول عملية جراحية على مستوى الشرق الأوسط تتمثل بزراعة مضخة قلب صناعي لمريض كويتي في العقد الخامس من عمره، وذلك بالتدخل الجراحي المحدود. وحول الموضوع قام فريق النشأة الإلكترونية باتصال هاتفي مع رئيس فريق الجراحة في مركز سلمان الدبوس للقلب الدكتور رياض الطرزي، والذي أفاد بالتالي. في 29 سبتمبر 2017 أجريت أول عملية في الكويت في مركز سلمان الدبوس بزراعة مضخة قلب صناعي بالتدخل الجراحي ذو فتحة صغيرة بين أضلاع الصدر الأيسر. تمت هذه العملية بمساعدة فريق ألماني من جامعة هانوفر، وهذه العملية أول عملية في العالم العربي أيضا. المريض كويتي في العقد الخامس من عمره كان يعاني فشلا شديدا في وظائف القلب وهبوطا في الدورة الدموية. هذه التقنية الجديدة تقلل من المضاعفات المصاحبة للأسلوب الجراحي التقليدي. رفع المريض عن جهاز التنفس بأقل من 24 ساعة، واليوم المريض موجود في الجناح للتأهيل. في العامين الماضيين قمت بأكثر من 10 عمليات زرع قلب صناعي ولكن بالطريقة التقليدية. النتائج كانت ممتازة إذا قورنت بالنتائج العالمية بحالات مشابهة للتي أجريناها. وختاما أود أن أوجه شكر الجزيل إلى معالي وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لدعمه المستمر، وشكرا.